الاستاذ محمد ابو علي، ابو علي محمد زي ما بتحبوا تسموه سموه، وابو علي محمد في ملف كهرباء لا ادلى بدلو كبير جدا، وانا متابعه على قناته. وبرضه لمزيد من التفاصيل ادعوكم انكم دايما تتابعوا ابو علي على قناته، لانه هو بصراحة متابع للملف بشكل اكثر من رائع. فخليني الاول استقبله وارحب به صديقنا العزيز الناقد الرياضي ابو علي محمد. صباح الفل يا نجم. ناصر، برحب بيك وبكل متابعينك، وبشكرك على الكلام اللي حضرتك قلته، وربنا يا رب على قدر المسؤولية. حبيبي ربنا يكرمك، ودايما وابدا متعلق، وعلى قناتك مكسر الدنيا كمان. ودايما وابدا من نجاح لنجاح. ربنا يخليك يا ابو مصر. هي بس يعني القناه اسمها ابو علي تي في، مش ابو علي محمد. اي، ما انا عارف، ما انا عارف، بقول لهم ابو علي، ابو علي تي في، وصديقنا المحترم ابو علي محمد، لكن ربنا القناة ابو يخليك، علي تي في. ربنا يخليك. في ناس تقعد تقول لي بنسرش على ابو علي محمد، فمش بالله، فبوضح لهم يعني لا لا، ابو علي تي في يا شباب، ابو علي تي في، معاك. عايزين نكسر الدنيا بقى، نروح نعمل غزوة عنده يعني. قول لنا بقى، ما هو الجديد اليوم في موضوع كهرباء؟ هو كلام كتير، انت عارف يا ابو ناصر، من امبارح ان كهرباء مضى رسمي، وان كهرباء خلص، وان كهرباء العقود بتتراجع، ومضى ب 503 مليون بند احقيه بيع، والنهارده كهرباء مجدد عقده ومش عارف ايه. انا بقول لحضرتك، كهرباء يمكن من ساعتين بالظبط او حاجه لسه واصل مصر، كان في اجازه اللي هو اللي الفرقه خدتها من بعد ماتش فيوتشر، واللعيبه كلها كانت في اجازه، واللي سافر واللي رجع بلده، او انت عارف اللعيبه يعني بيستغلوا الاجازات دي ان هم يسافروا او يغيروا جو. فكهرباء لا مضى في حته، ولا لسه موضوع كهرباء لسه لاعب في النادي الاهلي. الراجل عنده عرض قوي جدا من فرقه هاتاي سبور التركي، ودي فرقه بتحتل المركز الخامس في الدوري التركي. يمكن لعبوا 19 ماتش، فازوا في 10 ماتشات وتعادلوا ماتشين واتغلبوا سبعه، عندهم 32 نقطة، فرقة من الفرق الوسط اللي عايزين يخشوا المربع الذهبي. تمام. فالراجل، الناس كلموا كهربا وقالوا له احنا عايزينك تبقى موجود معانا، واحنا عارفين امكانياتك، انت ممكن تكون ما بتلعبش كبير، بس احنا عارفين ان في مشكلة بينك وبين المدير الفني، وده سبب عدم لعبك، لكن الارقام بتاعتك كلها بتأكد ان انت لعيب كبير، ومتابعين عنه كل حاجة، ومركزين معاه في كل حاجة، وعارفين امكانياته. حتى قالوا له، يعني قالوا له احنا عارفين ان انت جبت كذا جون وعملت كذا، وتعتبر من هدافين الفرقه بالرغم ان انت ما بتلعبش، واخر ماتش ليك احرزت هدف وعملت 2 اسيست، يعني الناس متابعينه كويس جدا. انا انت عارف يعني كهربا اخويا الصغير، ومن اول بدايه وجوده في النادي الاهلي، او ان هو ابتدت صفقته والكلام عليه مع النادي الاهلي انه يبقى موجود وسط اللعيبه يعني او في الفرقه، وانا متابع معاه خطوه بخطوه. كهربا لسه لحد دلوقتي ما مضاش. في اهتمام وقصه، لكن في مبلغ مالي مطروح. النادي الاهلي بيشوف الامور من ناحيته وطلباته الماليه ايه. كهربا نفس الامر، الست شهور دول اللي هياخد قد ايه. فالمفروض ان كهربا وصل النهارده، هو بكره عنده امتحان، فمش هيبقى فاضي، يعني عنده امتحان في المعدل اللي هو فيه. ويوم الخميس هيبقى في قعده بينه وبين كابتن امير توفيق واحمد يحيى وكيله. خلال القعدة دي هيحاولوا يقنعوا النادي الأهلي بقبول يعني رقم المالي، ويحاولوا يوصلوا لصيغة تفاهم بين نادي هاتاي سبور التركي والنادي الأهلي، بحيث إن كهربا الست شهور دول يخرجهم، خاصة إن خلاص يعني برغم من إشادة الكابتن خطيب بيه وإشادة الكابتن سامي والكابتن سيد، والناس كلها بتتكلم إن كهربا بيأدي كويس، وإن كهربا ملتزم الفترة الأخيرة، وكابتن خطيب قال الكلام ده مع الكابتن شوبير، ومع ذلك الراجل مصمم ان هو مش هيبقى ليه دور معاه. فكهربا عايز يخرج، عايز يعني يستغل الست شهور دول ان هو يلعب، ويعني انت عارف اللعيب لما يقعد كتير ما بيلعبش ده بيأثر عليه. الناس هناك واثقين فيه لدرجه ان هم قالوا له لو جبت 10 تجوان او اكتر لفتره الست شهور دول، هنقدم للنادي الاهلي عرض قوي جدا ان انت تكمل معانا بعد كده في النادي، ويبقى ليك دور معانا رسمي، يعني عايزين يشتروه رسمي لو تألق في الست شهور دول.
وقالوا له اللعيب المصري اثبت جداره في الدوري التركي، ومصطفى محمد وكوكا واحمد ياسر ريان واللعيبه دي كلها سايبه اثر كويس جدا في الدوري التركي، واحنا عندنا ثقه فيك. المدرب يعني معجب بيه انا وبيكلمه على عرفت طول. ان المدرب كلمه اكتر من مره وقال له انا يعدي لك الفرصه واصبر عليك، وانا الفيديوهات اللي شفتها والاحصائيات تخليني مقتنع بيك جدا، بالظبط ومكالمه بالظبط ومكالمات المدير الفني الهطي التركي مع كهربا ربما تكون هي اللي غيرت الدفه مع قرار موسيماني، لان كهربا كان رافض مبدا الخروج شكلا وموضوعا. يعني بالظبط. كهربا في الاول كان جاي له عروض خليجيه وجاي له عروض من مصر، وبعض الفرق هنا قالوا له يعني ممكن تفسخ عقدك وتيجي وتبقى موجود، وهو الراجل رفض ان هو يبيع النادي الاهلي او يبيع جمهور النادي الاهلي، وقال انا يعني ما صدقت رجعت للنادي تاني، فعمري ما هستغل حاجه زي كده ان انا امشي او اروح نادي الجماهير عندي او جماهير الاهلي ما بتحبوش. وده موقف محترم جدا، يمكن كتير ما يعرفوش القصه دي. كهربا لحد اخر لحظه متمسك بالنادي، لكن يعني كل المقربين منه قالوا له اخرج ال6 شهور دول وارجع الملعب تاني وخلي رجلك تبقى في. خلي رجلك في الملعب على طول، ووجود ورجلك في الملعب هتخلي تفرض على الكل احترامك، خصوصا انه كمان الهدوء اللي في ايه كهربا ابو علي، الهدوء اللي في ايه كهربا والالتزام اللي اشاد بيه القاصي والداني مخلي هذه الحاله من التعاطف اللي اعتقد، وانت مقرب لكهربا وانت كلمته النهارده انا عارف واطمنيت عليه، كهربا نفسه حاسس بحالة رضا كبيرة من تفاؤل وتعاطف الجمهور معه. هو يعني قال لي حتى وصل لي رساله، وهو قريب جدا هيعمل رساله لجمهور النادي الاهلي وللكابتن الخطيب هيشكرهم على كل حاجه يمكن عملوها معاه والدعم اللي بيحصل. وبيقول لي انا اكتر حاجه بسطاني واكتر حاجه في نفس الوقت متضايق عشانها هو جمهور النادي الاهلي. قال لي انا ما كنتش متخيل حاله الحب والدعم من جمهور النادي الاهلي دي، واللي بيتكتب على السوشيال ميديا كله بيوصل لي وهو متابع جيد للسوشيال ميديا. هو بكل المقاييس يا ابو علي موسيماني فشل في التعامل مع ملف جماهيري كبير اكتر منه ملف لاعب. يعني موسيماني معرفش المساعدين هم اللي قصروا ولا الناس اللي حواليه ما فهموهوش، كهربا كان بالنسبه لجمهور الاهلي صفقه ورهان وحاصله خناقه ما بين جمهورين، وجمهور الاهلي ما بيحبش الهزايم حتى في الصفقات، وجمهور الاهلي كان بيدعم كهربا طول الوقت عشان ينجح ويثبت وجوده، وفي ناحية تانية بتصرف وبتعمل حملات ممولة للقضاء على كهربا نكاية في جمهور الأهلي. فموسيماني لم يستوعب ده، موسيماني لو استوعب حقيقة صفقة كهربا بالنسبة للأهلوية كان اداله بدل الفرصة مليون فرصة. هو كمان يا استاذ عبد الناصر الكره دلوقتي ما بقتش يعني بقت ارقام. آه الكره دلوقتي ارقام، يعني انا لما اقول لك في 2021 كهربا خامس اكتر لاعب مشارك في الاهداف مع فريق النادي الاهلي وخامس هداف الفريق، بالرغم ان هو ما لعبش، يعني بالرغم العدد القليل اللي ما لعبش فيه او ما شاركش فيه كخد ماتشات او كده، لكن الموسم اللي فات الفرق بينه مثلا وبين قفشه اللي هو في المركز الثاني 4 اهداف، الفرق بينه وبين حسين الشحات 3 اهداف، الفرق بينه وبين علي معلول الراجل اللي يعني بيسجل على طول وضربات جزاء ومتالق مع الاهلي 2. فكهربا وعدد الاسيست، يعني اخر ماتش افريقي كهربا لعبه مسجل هدف لو حضرتك تفتكر، وعامل اسيست لقفشه وعامل اسيست لحسين الشحات اخر ماتش، بعديها الراجل اتجمد. طريقه 3 4 3 من افضل اللعيبه اللي ممكن تاديها في مصر هو كهربا، صح، دي حقيقة، لان برافو انت عليك. بتديله الحريه ان هو الراجل يطلع كل اللي عنده، بتحتاج لعيب سريع، بتحتاج لعيب عنده مهارات واحد لواحد ممكن يستغلها تحركات تبقى كويسه جوه منطقه الجزاء. ففي كل الاحوال هي القصه مش تقييم فني، على قد ما هو الراجل ممكن يكون زعل من حاجه معينه وخد قرار خلاص ان قرار ما بيبقاش موجود معاه. والنادي الاهلي انت عارف دايما بيبقى مجلس الاداره بعيد عن طبعا مهما كانت التدخلات ما الشغل الفني. بالضبط، ودي من يمكن من ايام الكابتن صالح سليم ودي من دايما مميزات بيبقى الاهلي. طب ابو علي بالظبط. اللي وصلني النهارده ان كهربا يعني وصل النهارده وما اتكلمش خالص اعلاميا في الموضوع ده، والموضوع النهارده حصل في كعبله، يعني الاعاره المبلغ اللي اقترح من ايام وتاكد بالامس 500 ألف دولار، من المفترض كهربا ياخد 250 ألف دولار. اللي وصلني ان من حيث المبدأ كهربا مع وكيله احمد يحيى رافض المبلغ لانه ضئيل جدا بالنسبة له،
ولا يتساوى مع ناس كتير جدا اقل منه خدت مبالغ اكتر من دي في اعراض 6 شهور. الحاجة التانية، كهربا رافض نهائيا بند تفعيل البيع. بالظبط. حقيقة الكلام ده او صحة الكلام ده؟ هو قيل النهارده ان كهربا مدد عقده، وده ما حصلش طبعا، ما مددش ولا اي حاجه، لكن والصورة اللي مع امير قديمة، لانه هيقابل امير يوم الخميس. بالظبط هو لسه هيقعد مع امير يوم الخميس. بالنسبه لقصه ان هو هيمدد ولا لا، كهربا عنده رغبه يمدد للاهلي ويمضي للاهلي ويجدد للاهلي. هو واخد الموضوع ان هو عايز يعتزل ويخلص كوره جوه النادي الاهلي، هو تمام. واخد عهد على نفسه بكده، فهو ما عندوش مشكله خالص ان هو يمدد، لكن لسه ما مددش ومفيش اي حاجه من الكلام ده، والصوره اللي منشوره دي قديمه. بالنسبه لموضوع المقابل المادي فعلا قليل، وبيحاولوا ان هم يوصلوا يعني للتفاهم مع النادي والنادي هطاي ان هم يزودوا المقابل المادي عشان خاطر ال6 شهور دول كهربا ياخد في مبلغ كويس، وفي نفس الوقت النادي الاهلي ياخد مبلغ كويس. فالموضوع لسه فيه يعني كهربا لحد دلوقتي لعيب في الاهلي، قريب انه يروح تركيا، قريب انه يروح تركيا، ممكن الموضوع يقف، ممكن الموضوع يقف في اي لحظه، لكن الاقرب ان شاء الله ربنا يكرمه ويكتب له النجاح ويسافر ال6 شهور دول، مع ان انا يعني نفسي يكمل، لكن انا عارف انه لو كمل مش هيلعب، فاتمنى طب له ان هو بما يوصل انك انت قلت معلومة خطيرة، لو كمل مش هيلعب، طيب هل وصل الموضوع بموسيماني ان حتى لو تعرقلت مفاوضات هتاي سبورت وقعد كهربا وما سافرش، انه ما يكونش اساسي في كاس الرابطة؟ والله يا عبد الناصر. بص يعني انا ما اعرفش الراجل بيفكر ازاي، بس هو الفتره الاخيره كهربا مستبعد من ماتش فيوتشر، كهربا مستبعد من ماتش الرجاء البيضاوي المغربي، كهربا مستبعد من اغلب الماتشات، مش موجود في القايمه، يعني الماتشات الوديه بينزل ياخد 10 دقائق. فالراجل يعني في ال زي ما بيقولوا كده بلغتنا احنا الدرجه العينه بينه، فالراجل يعني ما هو خلاص يعني قال انا مش محتاجه معايا، وعايز يعني لعيبه بعينها هي اللي هتشارك وهي اللي هتبقى موجوده، فده طبعا واصل لكهربا. وزي ما قلت لحضرتك الاداره ما تقدرش تتدخل او تتكلم في القصه دي، ففي كل الاحوال الاهلي دايما كده اللي المدير الفني بيبقى شايفه صح للفرقه، لان انا دلوقتي او شيء النادي احمر. الاهلي بيحسبها لو انا اتدخلت وقلت له مثلا لا لاعب ده او ما تلعبش ده، لو حصل اي حاجه اقول لك ما انت اللي فرضت عليا لعيبه بعينها، يعني هيبقى في مبرر للراجل ان هو يتكلم. ففي كل الاحوال زي ما بقول لحضرتك الموضوع لسه كلام كتير قوي بيتقال، حتى لما بكلم كهربا يقعد يضحك عليه، يعني كلام كتير بيتقال مش صح، وهو القصه زي ما حضرتك طرحتها دلوقتي وزي ما اتكلمنا فيها وعليها، لسه الموضوع بين انه يمشي لا، او هو لا، النهارده لكن على مسؤوليتي الشخصيه في كعبله كبيره في الموضوع، لان نادي هتاي من الانديه الفقيره وليست المتوسطه كمان ماليا، الانديه الفقيره، وكمان الاهلي الان من الناس الاتفاقات بتتكلم في 3 مليون يا استاذ عبد الناصر، بيتكلموا ان اللاعب هيروح ب 3 مليون، انا ما اعرفش يجيبوا الاخبار دي منين إيه؟ وبيقنعوا الناس وبتاع ولا، و3 مليون دولار في حاله البيع، 3 مليون دولار ده نص، ثلاث ارباع انديه تركيا عندها مشاكل مع البنوك وعندها مشاكل ما مع هو خلي اللعيبه، بالك، برافو عليك، انا لسه بقول لك النهارده، كلهم اللعيبه بتشتكيهم للاتحاد الدولي، حد وكلهم عندهم صديقي، قضايا مرفوعه عليهم. بص يا صاحبي، حد صديقي النهارده متخصص في الشأن التركي في مجال السياسه مش الرياضه، كنت بدردش معاه، قال لي هتاي من الانديه الفقيره، بس هو كروي يعني من الانديه الفقيره، الاهلي لازم يبقى عارف هتوصله حقوقه ازاي، لان 90% من انديه تركيا بتنصب، وممكن الاهلي يتفق على رقم ما يقدرش يحصل نصه. وعلى فكره بالضبط الكلام ده امير توفيق اتكلموا مع مسؤولي هتاي التركي، وقال لهم عايزين نعرف الضمانات اللي هتوصل لنا بيها الفلوس، لا واشترطت، ده قال هناخد فلوسنا كاش، قال كل حاجه هناخد فلوسنا كاش. قالوا له كاش مش هينفع. ما انا بقول لحضرتك هم قال لهم قبل ما يبعت لكم اللاعب ونمضي على عقود والكلام ده هناخد الفلوس بتاعتنا كاش. بص، انا متوقعاتي الشخصيه، ورهنت قلت كله فنكوش وكله في الكريتش، وعلشان موضوع كهرباء بيه حديث الساعه، ولا حديث في مصر يوميا الا عن كهرباء، انا بقول لك بنسبة 90% ربنا هيوقف الموضوع ده. ربنا يكرمه يا عبد الناصر، والله كهربا من اطيب وانظف واجمل ولكن اللعيبه انا في برضه الاهلي. سألتك سؤال بخبرتك، مش معلومة، بخبرتك، لانك انت عارف كروي، انت تربية مدرجات قبل ما تكون ناقد رياضي وصحفي، انت تربية اكيد مدرجات، يعني كوير، ده يعني شرف ليا. ايوه كوير، يعني انا عارف بكلم مين.
لو تعرقلت الدنيا ووقف الموضوع، موسيماني ممكن يعاند الدنيا كلها وكهربا ما يكونش معاه اساسي في كاس الرابطه اللي هي من المفترض تجربه بحسك انت، توقعاتك انت. بحس انا كهربا مش هيلعب برضه، يا ساتر يا رب. وعشان كده هو الراجل بيدور على مكان يبقى موجود فيه سواء عربيا بقى او تركي او يا ست يعني تركي. يعني معلومة ان الراجل كهربا في مركزه او في حسابات موسيماني نمرة 4 في مكانه، دي معلومة سليمة. بالظبط. ما هو بقى نمرة مع ان انا لو هتسألني اه كراجل بقى بتاع كوره وكهرباء رقم واحد يلعب في المكان ده، مع كامل يا احترامنا لكل برافو لعيبه النادي عليك، الاهلي، برافو عليك. هو رقم واحد يلعب في المكان ده. كهرباء الماتشات بتجيبه، ولو دخل فورمه انا بقول لحضرتك يعني اتفرج على كل الماتشات اللي بيشارك فيها، بس خلي بالك في هيسجل يا ضغوط اسطى، يا ابو علي، هيسجل. اسمع ابو علي في ضغوط جماهيريه كبيره جدا ومطالب كبيره جدا من الناس، ان لو اتكعبلت الصفقه ان الخطيب لازم يقعد معاه ويقول له يفهمه طبيعه صفقه كهرباء. يا جماعه انا يمكن انا الوحيد في مصر اللي اتكلمت في دي، ابو علي موسيماني مش فاهم طبيعه صفقه كهرباء الجماهيريه. يعني عارف لو موسيماني، لو موسيماني ده جوزيه هو الغريب ان جمهور الزمالك من بعد ما تقال ان كهربا ماشي اكنه خد بطوله وبيشتكي. يا ابن الأملسة. والله ما اعرفش في ايه، قلت لهم فيها يا جماعه الراجل خارج اعاره مش قصف جبهة منك دي. انت عارف يا استاذ عاصم يعني ايه، يعني ايه لعيب يجي في سنه واحده ياخد 2 دوري ابطال افريقيا واثنين سوبر وكاس عالم وثالث كاس عالم، والمفروض انه كان رايح كاس عالم تاني. الوجود في الاهلي نعمه كبيره لاي لعيب، يعني اي طيب لعيب طيب يحلم انه يبقى موجود ردك، في النادي بحجم طيب الاهلي. ردك يا ابو علي، بدل فتحت موضوع الزمالك والحرب معلنه ضد كهربا وللاسف ناجحين فيها لغايه دلوقتي ولازم نعترف بده، ردك على خالد الغندور النهارده بيقلل من اتاي التركي وبيقلل من كهربا وبشكل يعني يحتاج الى تفسيرات. انت لا ليك دعوه، ده لاعب في الاهلي، لا ليك دعوه يسافر ولا ما يسافرش، اتكلم عن هتاي بشكل فيه تقليل جدا وبالتبعيه تقليل من كهربا، وعمل مقارنه ما بين كهربا ومصطفى محمد مش في محلها بالمره، علشان خاطر يقول ان كهربا ما يسويش حاجه. والله بص يا عبد الناصر، انا يمكن في حاجات كتيره جدا في الاعلام انا مش فاهمها، بغض النظر بقى عن خالد الغندور او سين او صاد او عين، بتلاقي الناس بتتكلمك عن نبذ التعصب، وفي نفس الوقت الناس بتتكلم في ملفات يعني ما اعرفش، بتبقى قصدها ان هي تعمل مشكله وبلبله على الفاضي. انا واحد من الناس موجود مثلا في قناه النادي الاهلي، الناس على طول بتتكلم معانا، لو هنتكلم على الزمالك نتكلم بمنتهى الاحترام، نتكلم بمنتهى الرقي، مالناش دعوه بنادي الزمالك خالص، مالناش دعوه بفرقته، مالناش دعوه مش عارف ايه، يعني دايما كده عارف المذيعين والاعداد والناس دي كلها. تعليقات بتجي لك من القائمين على القناه اللي هو كامل الاحترام للنادي ده وجماهيره واعلاميه، يعني دايما بيجي لك، فتلاقي برضو حاجات بتحصل غريبه. يعني انا هستفاد ايه لما اقلل من كهرباء او هطاي؟ هطاي ماشي، انت حضرتك قلت دلوقتي النادي فقير وعنده مشاكل ومش عارف ايه، ده طبيعي والناس كلها عارفه المعلومات دي، لكن هو اوريدي طالب اللعب. هو مع احترامي هو احمد ياسر ايام بيلعب فين ولا كوكا بيلعب فين، بس عاملين حاله ومكسرين الدنيا وناقلين صوره للاعب المصري كويسه. فده دوري محترم حتى لو هو في نادي صغير، بس هيقابل جلطة سراي، هيقابل بشكتاش، هيقابل فنار بخشه، هيقابل فرق كبيره هيتشاف وهيلعب قدامهم ماتشات، فدعايه كويسه للعيب المصري. فانا اللي عايز اقوله بعيد عن القصه دي، انا في حاجات في الاعلام غريبه، يعني تناول الاعلام حتى للقرعه بتاع دوري ابطال افريقيا، من اول ما الاهلي وقع مع الهلال والمريخ، تليفون مع رئيس الهلال، وتليفون مع رئيس المريخ، وتليفون مع مدرب الهلال، وتليفون مع مدرب المريخ، وتليفون مع افضل لاعب في الهلال والمريخ، وايه وهتعملوا ايه مع الاهلي؟ طب والاهلي عارفين نقاط القوه والضعف، طب والاهلي كان مثلا تركيز غريب من الاعلام على الاهلي، واللي هتلاقى وما تلاقيش تليفون مثلا مع حد من الوداد، مع حد من اي فرقه وقعت مع الزمالك في القرعه او بيراميدز او المصري، اكن دوري ابطال افريقيا ما فيش غير الاهلي. دي بالنسبه لي حاجه غريبه، انت بتسخن الناس ليه وبتعمل حاله ليه؟ ده لسه بدري على الكلام ده. امير توفيق مثلا طلع وقال لك من حقنا اي لعيب يبقى فري نفكر فيه، وده مش من حق الاهلي، ده من حقه، وفي العالم كله بيحصل كده.
تلاقي الناس خارجه وما ينفعش وامير واستقرار والانديه وتحافظ وبتاع. نفس الناس اللي كانت بتكلم امير وبتقول له استقرار ومش استقرار وما ينفعش تتكلم على لعيبه فري والنادي منافس ومش عارف ايه، ما حدش فيهم اتكلم لما مثلا انديه زي بيراميدز خدت رمضان صبحي بعد ما بقى فري، عبد الله السعيد بعد ما بقى فري، احمد فتحي بعد ما بقى فري، مش عارف. وما اتكلموش، ده بالعكس ده هاجموا الاداره، قاعد يقول لك الاداره مش عارف من المكتب مش من مش عارف ايه مش وخبز من الورق الملعب. الكلام ده كله، مش من الملعب ومن المكتب والكابتن، وقال لك كابتن الخطيب ما عرفش يحافظ على النجوم، وهاجموا الاهلي. دلوقتي الاهلي لما بيفكر في حد تاني بتلاقي الاعلام هو اللي بيهاجم الاهلي ويقول له لا ما تاخد. طب انتوا كنتوا فين لما لعيبه الاهلي كانت بتخلص عقودها وبيروحوا انديه تانيه وبيتم اغراءهم بالفلوس؟ يعني كان فين الكلام ده؟ طيب يعني الاعلام عامه في حاجه غريبه يا جدعان، نفس الناس تهدى، الدنيا بتتظبط، الملاعب تاني، الجماهير بترجع، والشكل حلو، الاخراج حلو، الملاعب شكلها حلو، رابطه الانديه عامله شغل حلو، في بطوله جديده داخله بفلوس كويسه برعاه كبار. يعني انا لما اسخن الناس هستفاد ايه؟ طيب لما اوتر العلاقه بين الاهلي والانديه صح التانيه هستفاد ايه؟ طيب فبس الدنيا تهدى بس. طب اخدك لملف بن شرقي قبل ما اختم معاك واسالك سؤال واضح الناس كلها بتساله، هل ممكن بن شرقي يكون في النادي الاهلي؟ وما هي الشروط بن التي شرقي لحظه بس، وما هي الشروط التي لو توفرت يبقى اهلاوي؟ ما بين الاهلي والامارات، الاهلي الاهلي المصري، يخلص الاهلي المصري الامارات والامارات. يا يروح الامارات يخلص مع هناك، يخلص مع النادي الاهلي، وخدها من اخوك الصغير كده بضمان ابو علي كيفي. طيب ما انا هي فاكر مصطفى البدري، فاكر مصطفى البدري لما اتكلمنا، وساعتها الزميل والاخ انا نسيت مع مين الزميل والاخ كتير، لان وقتها كله قال لك كلام فنكوش ومن رابع المتهالات مصطفى البدري يمضي للاهلي. وانا قلت لك راهن بقلب ميت وموت قلبك وقول مصطفى البدري في الاهلي، لو تفكر كان وقلت داخل وقت واحد بس. قلت لي في الاهلي وهيطلع اعاره. امير توفيق ساعتها حتى نفى، وقلت لك برضو ما الكابتن امير عارف بيعمل ايه، وقلت لك هيجي الاهلي ويطلع عرى سنتين. بيرسي تاو لو تفتكر، ومصر كلها هجمتني وقالت لي بيرسي تاو ايه اللي يسيب انجلترا ويجي الاهلي ومش عارف ايه، وقلت لهم بيرسي تاو في الاهلي، ووقتها برضو حركت ثلاثه اشدت واتكلمت، عارف انا بقول لحضرتك بن شرقي يعني عايز تاخد بقى باذن الله يا اما في الاهلي ان شاء الله السنه اللي جايه، او هيبقى في الامارات، لكن هو مش مستمر في مصر وفي مفاوضات معاه ان شاء الله مش تكرر مستمر بالذهاب بقى في والعوده. الزمالك، لان لو جه الاهلي هيبقى مستمر في الاهلي المصري. يعني بالظبط لا اما يعني الاهلي المصري لا اما. طيب هل هناك شروط من خلال معلومات عندك لو توفرت؟ يعني ناس كتير بتقول الاهلي لن يغامر انه يدمر اوضه اللبس بارقام كبيره، سقف الاهلي هو علي معلول، هل ده ممكن يكون شرط يعرقل الصفقه المقابل المالي؟ بص يا عبد الناصر، انت لو ركزت هتلاقي مثلا لعيب زي بيرسي تاو. بيرسي تاو الاهلي عشان يجيبه من برايتون دفع كام؟ مبلغ كبير. مبلغ كبير جدا. وعشان يجيب رمضان صبحي من انجلترا دفع كام؟ مبلغ كبير. انت صح. دلوقتي عندك لعيب بامكانيات بن شرقي، لعيب دولي، لعيب هداف سريع، شخصيته قويه في الماتشات الكبيره بيظهر، لاعب حافظ الدوري المصري وفري، مش هيكلفك فلوس. مش هيكلفك فلوس، لو انت على العقد بتاعه زودت جزء من المبلغ اللي كان هيدفع للنادي لو هو مرتبط بعقد، زي بيرسي تاو، زي رمضان، زي ميكسوني، زي اللعيبه اللي الاهلي جابها بترانسفير، يعني دفع فلوس للنادي بتاعه. مش ساعتها الاهلي هيدفع فيه مبلغ كبير؟ طب انت عندك لعيب دلوقتي فري ولعيب ممتاز ولعيب مميز، عشان تجيبه مش هتدفع اقل من مليون ونص او 2 مليون للنادي بتاعه عشان صح تجيبه. صح فالاهلي يا استاذ عبد الناصر نادي قوي، نادي مستقر ماليا، نادي عنده شركه دلوقتي بتهدف للربح، نادي بيكسب بطولات بتدخل له ملايين، نادي الحمد لله بيحقق 2 دوري ابطال افريقيا و2 سوبر، بيلعب في كاس العالم للانديه، داخل كاس العالم وعينه ان هو يدخل فلوس كتيره من خلال رعايه، من خلال سوشيال ميديا، من خلال حاطين خطه تسويقيه كبيره جدا ان الاهلي يطلع من كاس العالم كسبان. وانا عايز اشكر امير توفيق على اللي بيعمله بامانه في الملف ده، زي ما حصل في بطولة السوبر ومرسول والفلوس اللي خدوها من الراعي، الاهلي بيفكر في كاس العالم برضو ان يدخل فلوس منها. فالاهلي نادي بيحقق ارباح كويسه، وفي شركه كوره دي بتهدف للربح وعايزه تجيب بطولات عشان الاسهم بتاعتها لما يتم طرحها في البورصه تبقى على طول بتكسب، فعايز فرقه قويه. انا لما اروح اجيب حسين الشحات وادفع مبلغ كبير كنت جايبه ليه؟
دفعت دفعنا دفعنا في دبي مبلغ كبير، واللاعب خد مبلغ كبير، صح ونظير ان يبقى عندي نجوم رمضان صبحي بيرسي تاو. نفس الامر بينطبق على بن شرقي، انا بجيب لعيب نجم هيصنع لي الفارق، هيفرق معايا في البطولات، جمهوري هيبقى على طول مبسوط ان انا بحقق بطولات، في نفس الوقت بكون فريق قوي جدا يهيمن على افريقيا زي الفتره بتاعت كابتن حسن حمدي وكابتن خطيب ومستر مان والجوزيه. الفتره دي الاهلي هيمن على افريقيا بمعنى الكلمه، فكل ده بيعود عليك بفلوس، كل ده بيدخل لك مردود. انت بتاخد افريقيا بتاخد 2.5 مليون دولار، بتلعب السوبر بتاخد مبلغ سواء نص مليون دولار او 100,000 دولار مش فاكر، واذا بتلعب كاس عالم بتاخد 2.5 مليون دولار. فانت بتوصل لمرحله ان انت بتحقق ربح من الكوره مفيش غيرك بيحققه، ليه انا ما اقويش فرقتي؟ ده الفكر ودي الطريقه اللي الاهلي بيفكر فيها دلوقتي. الاهلي بيحاول يطور المحترفين بتوعه على قد ما يقدر، مفيش خلاف ان الاهلي دلوقتي يمتلك مجموعه من افضل المحترفين سواء ديانج سواء بيرسي تاو سواء علي معلول او بدر بانون. النهارده العين الاماراتي عايز مدافع وبيتكلم ان هو ممكن ياخد علي معلول ويدفع فيه مبلغ كبير جدا، اسف بدر بانون ويدفع فيه مبلغ كبير جدا. ما هو ده نتاج ايه؟ ان انت جبت لعيب كبير وخد معاك بطولات وتالق مع المنتخب بتاعه، فتسويقه هيدخل لك فلوس. النهارده جالاتا سراي بيطلب اليو ديانج ب 5 و6 مليون دولار، فده دليل ان انت جبت لعيب صغير جاب لك بطولات وهتكسب فيه فلوس لو بعته. فاهمني يا عبد الناصر؟ فالاهلي دايما بيفكر غير اغلب الانديه، الاهلي تحس ان هو سابق الانديه اللي موجوده يمكن في الشرق الاوسط او في افريقيا بسنين ضوئيه، ودي حاجه لازم نشيد بيها ونشيد بالاداره ونشيد بالتسويق ونشيد بشكل الفرق. فنتمنى لهم يا رب التوفيق. انا بقول لحضرتك الاهلي داخل بقوه في موضوع بن شرقي، ودي ما تزعلش حد، الاهلي في وقت من الاوقات اتاخد منه رمضان وعبد الله واحمد فتحي والناس دي كانت عقودها بتخلص ومحدش ساعتها لام الانديه الثانيه ان هي بتاخد اللعيبه دي وتدفع فيهم مبالغ خرافيه. انا قدامي لعيب فري، من حقي ان انا اتفاوض معاه ومن حقي ان انا امضي معاه ومن حقي ان هو يبقى موجود. لو الراجل وافق وخلاص واستقر انه يبقى موجود هنا الاهلي هيخلص معاه، ما وافقش في الوقت ده الاهلي اللاعب هيلعب في الخليج او هيلعب بالاخص في دوله الامارات. يعني اشكرك شكرا جزيلا صديقنا. طولت عليك يا لا باشا. لا بالعكس يا ابو علي، الناس انا مستمتع. عايز اقول لك حاجه احتراما لحضرتك وللناس اللي عندك، والله انا اجلت اللايف بتاعي مخصوص عشان المداخله دي، وهطلع بعد شويه اقول لايف، مش عارف اقول ايه بقى في اللايف خلاص. لا لا لا، الناس كده كده جايه لك. ابو علي تي في يا جماعه، كلنا نروح نتفرج على ابو علي شرف ليا يا زعمت، حبيبي، ربنا بشكرك يكرمك. وربنا دايما يوفقك ومزيد من التالق. اشكرك يا وخلاص حبيبي. ميعادك يوم الخميس امان خلاص. حبيبي ماشي، متفقين. اوكي، ماشي السلام عليكم، مع السلامة. السلام.